مرض السكر أصبح من أكثر الأمراض انتشاراً، لذلك من المهم جداً مراعاة ما يتناوله المريض من غذاء، حيث أن اتباع المريض أو مريض السكر لنظام غذائي صحي يعتبر أحد أهم عوامل العلاج ويتجنب المضاعفات. صحيح، هناك الكثير من الأطعمة الصحية لمرضى السكري والتي يجب أن يهتموا بتناولها، كما أن هناك أطعمة يجب الابتعاد عنها حتى لا تسبب مضاعفات، حيث أن التحكم بنسبة السكر بالدم لا يرتبط فقط بتناول الدواء وإنما بالغذاء أيضا. ونحن في هذه الفقرة وبمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري سنسأل الضيفة خبيرة التغذية اللبنانية فداء شتيلة عن الأطعمة المناسبة وغير المناسبة وما هو النظام الغذائي السليم للمصابين بهذا المرض. صباح الخير. صباح السكر. صباح السكر والسعادة. صباح الخير يا فندم. بداية، إلى أي مدى النظام الغذائي لمرضى السكري بيفرق؟ إلى أي مدى؟ اولا خليني اقول لك انه بالاول مرض السكر هو مرض وراثي، نوع في هو ثلاث انواع اصلا وراثي، ثلاث انواع، مرض النوع الاول، النوع الثاني، وسكر الحمل هذا بيروح لحاله بعد الولاده ما حنحكي فيه. النوع الاول هو ليش بيصير معنا سكر؟ لانه بيصير البنكرياس عاجز عن افراز الانسولين اللي هو بيكسر السكريات اللي بناخذها ويوزعها على خلايا الجسم لنستفيد منها، فبيقوم بيتراكم في الدم فبيعلى السكر معنا. وهون بيتطلب النوع الاول عاده الانسولين، دائما في علاج طبي، دائما نحن عاده لما نحس بعوارض انه الواحد عنده سكر في لها عوارضها، يعني بينشف الدم، بفوت واحد على التواليت كثير، يعني عوارض اصابه بالسكر، بيستشير والطبيب هون بيحدد للنوع الاول انه ياخذ انسولين بالاضافه طبعا النظام الصحي. انما النوع الثاني كمان سوء توزيع الانسولين على الجسم كمان، يعني فيها تفسيرات كثير شرح، فحنحكي نحن باختصار. ممكن يستدعي العلاج الطبي مع النظام الغذائي، ولكن النظام الغذائي كفيل انه هو يحل ينزل السكر فعلا طبعا، لانه عاده هلا الدكاتره صاروا عندهم الوعي انه هن قبل ما يوصفوا اي دواء بيتعاونوا مع الاخصائي التغذيه وبيجربوا بالاول ليش هو اصلا يعني الشخص اصيب بالسكر النوع الثاني، لانه ممكن يكون عوامل كثير مثل السمنه، زياده الوزن، تناول الدهون المشبعه والسكريات بكميات كبيره فادى الى ارتفاع السكر، وبالتالي ممكن نحن نخفضه عن طريق النظام الغذائي الصحي. فنحن نبدا بالنظام الغذائي للحالتين، للحالتين مفروض نظام غذائي بكل الاحوال. طيب فدا، متوازن. يعني وقت نحكي اكيد عن مرض السكري والاشخاص اللي بيمتنعوا يمكن عن انواع معينه من الاكل، نحن يمكن دغري بنفكر انه السكر، ولكن كمان في اطعمه بيكون فيها سكر نحن ما بنعرف انه فيها سكر، مظبوط؟ اكزاكتومون. الانديس دو جليسيمي في لسته اطعمه اسمه عد مؤشر السكر، يعني نحن مفروض عاده اخصائي التغذيه بيعطينا ليستا بنعرف نحن، مش ضروري الاطعمه اللي طعمها سكر هي ما فيها، هي بتعلي السكر، لا، في اطعمه مثل البطاطا الحلوه ما بتعلي السكر، بطاطس بالمصري بتعلي السكر. معقوله يعني عكس عكاس؟ عكس عكاس، شفتي؟ يعني في ماكولات، فلسنا يكون عندنا الوعي. اولا هو المفروض نحن بعد ما نستشير ونمشي مع اخصائي التغذيه يعني بدقه، يعني الموضوع مش محتاج كثير شرح للمريض، ولسه فعلا ممنوعات. اولا الدهون المشبعه بدنا نلغيها تماما من حياتنا، السكريات البسيطه اللي هي مش بس السكر والحلويات والفتاة، يعني؟ لا بالعكس، انا حقلك هلا، هي مش بس هدول، هي كمان كل شيء ابيض اللي هو الرز الابيض نستبدله بالرز الاسمر، سكر الدقيق، بدنا ناخذ الدقيق الابيض، كل هدول بدنا نلغيهم ونستبدلهم بالاسمر بالكامل، القمح الكامل، الشوفان، الشعير، وحتى هول هلا باخر شيء اذا عندنا وقت بقول لك انه كيف بينعملوا بطريقه بسكوي، بيتعملوا شغلات بطرق معينه دلوقتي. نقول دلوقتي واحنا فاكرين يعني في بسكوي في جالات بالشعير، في باوروبا بيعملوا، بلبنان في هالاشياء هيدي معموله من يعني مصنوعه من الحبوب الطبيعيه الكامله. يعني ايه حبوب؟ معلش، هو يعني ايه حبوب كامله؟ يعني بتتقال كتير، يعني مش مطحون ولا مش متقشره، يعني احنا عم ناخذ القمح مقشرينه
القمح الكامل بيكون اسمر، الرز بيكون اسمر، يعني كل شيء اسمر. فهون بدنا ننتبه، الدهون كتير مهم، كتير كتير مهم ان احنا نبطل الدهون، لانها كمان بتاثر. مريض السكر معرض مرتين لثلاث مرات للاصابه بامراض القلب والشرايين، فبده يعمل كتير، بده ينتبه لنظامه. بدنا نستبدل الدهون المشبعه بالدهون الصحيه اللي هي موجوده وين؟ الافوكا، بالافوكا، بالاسماك، خاصه السمو. سمو. خاصه السمو، يعني هيدي بدنا السمو في ماء قصدك ولا السلمون؟ ولا السمو في ماء، والسمو العادي المعمول بطرق طهي صحيه من غير اضافه دهون مشبعه، من غير قلي. من غير قلي طبعا. بالاضافه الى طبعا الخضار، عندنا اهم خضار موصوف وليحارب كمان امراض السرطانيه اللي هو البروكلي. البروكلي ده مهم جدا، صحيح. احلى صحن لمريض السكر، احلى صحن لمريض السكر قطعه سمو مع بروكلي مع شويه قمح او يعني او رز اسمر او قمح. هيدي وصفه بقشره. بدنا يعني ننتبه انه نتناول الاطعمه الغنيه بالمغنيسيوم، لانه المغنيسيوم هو كمان له تاثير مباشر. مغنيسيوم كاردوس شوكولا دارك شوكولات بقى، وقت تقولي السكر هياكلوا شوكولا عادية. ايه شوك... لا مش دارك. عادية دارك شوكولات. شوف الاولاد بيحبوا، اذا الاولاد ما بيحبوا دارك شوكولات ممكن نعمل لهم اياها نحن على الكاكاو الكاكاو مثلا. الغامق كمان كاكاو الغامق، لانه نكتر الحليب او نحطه خالد. احنا علينا معانا سلمون اهو، مش ده السلمون تقريبا؟ سلمون بتلخبط بينه. ده كويس لما ده رائع. لا في طبعا بدائل، لا كل الاسماك بتنفع، كل احنا بدنا نركز على الاسماك على الدهون. عندنا الافوكا كمان كثير كثير مهم. فده كمان يعني بالاضافه لاكيد يمكن تجنب انواع من الاكل وتركيز على اكل ثاني، كمان بنعرف انه الرياضه مهمه لكل الناس ولا وبالاخص كمان لا يمكن مرضى السكري. ف الحياه الصحيه ما هو كمان مش بس نحن غذاء، مونجي اي بوجي، يعني لازم تاكل وتتحرك. كل يوم كل يوم اجباري مريض السكر بده يمشي نص ساعه على الاقل، لو بيقدر يعمل رياضه اقوى من هيك يا ريت. يعني ده بيعمل ايه في السكر؟ ما احنا عايزين نفهم برضو يعني ليه الرياضه. طب خلينا نعدل معدل السكر بالدم، بعدين خلينا نحرق. نحن كمان في عندنا مشكله بالميتابوليزم، السكر يعني بيقلل الميتابوليزم، في مشكله. فنحن المفروض نحرك الميتابوليزم. وجباتنا بدها تكون متوازنه، خمس وجبات لست وجبات، وجبات صغيره. ليه يعني بقى بتفرق في ايه؟ طبعا ما احنا يعني حتى نتجنب الوقوع بالايبوغليسيميا اللي هي هبوط السكر، كوما اللي اسمها كوما، الكوما، كوما السكر. فطبعا مريض السكر ما بيقدر يقعد فتره طويله ما عم ياكل، ما عندوش اكل، لازم ياكل. طب ليه دايما بيتقال ان وجبه لقبل النوم دي مهمه جدا لمريض طبعا السكر؟ حتى ما ينزل وتحتوي على ايه برضو؟ طبعا مش مفروض تكون فيها حبوب، يكون فيها زبادي، ويكون فيها دهون اساسيه، يكون فيها حتى مكسرات. معني انا بحب انه يتاكلوا كم المكسرات لانه غنيه بالمغنيسيوم بين الوجبات كوجبات اللي هي وجبات الخفيفه السناكس. بالاضافه للفواكه، انتبه انه مريض السكر مش ممنوع من الفواكه، ما كمان بده سكر، كمان هو بحاجه لسكر، حتى بيحب ياكل سكر. صحيح. يعني بحب، بتلاقي ميال للسكر، دائما بحب ياكل سكر. فنحن بدنا ناخذ طبعا انواع فواكه، في انواع معينه نستثني مين؟ مثل المانجا، مثل اللي فيها سكريات، والعنب اكيد، والتمر، لا التمر لو كميه معقوله اوكي. حسب اصلا يعني حسب نظامه شو عم ياكل كل النهار، يعني كل شخص له نظامه الخاص. الفواكه كثير مطلوبه، التفاح، انجاز بالاخص، الكمثرى عندنا احنا الكمثرى الانجاز بالاخص ممتاز موصوف لمريض السكر، يعني هدول المأكولات لازم تكون موجوده بنظامه. بالاضافه للشعير، تركيز على الشعير، وفي شوفان كمان بديل اذا ما لقينا شعير. شوفان يعني هلا يمكن كلنا كمان عم نلجأ له حتى وقتها بدنا نخسر من الوزن. فدا يعني دائما كمان نحن خاصة بالصيف يمكن بنحب نشرب عصائر، بنحب نشرب يمكن الصودا، المياه الغازية إلى آخره. يعني كمان مريض السكر يمكن بحب يشرب هالأمور، ولكن كمان الآيس كريم يعني اليوم شو بيقدر يعمل؟ بيمتنع عنه بالخالص ولا كمان بيقدر يمكن شوفي كمان ياخذ كمية كمان قليلة؟ بيأذي كمان، اللي بيأذي مريض السكر هو الصوديوم المأكول، يعني مثلا المشروبات الغازية هيدي، حتى لو لايت، حتى السكر اللي هو المصنع، شو اسمه،
اللي هو الحديد الصناعيه هيدي بتاثر على انتاج الانسولين يعني مش كويسه سلباً. اساسا يعني مش كويسه اصلا يعني في ناس بيوصفوا لهم انه بديل السكر بلاها خلينا نتعود بلا يعني حاجة نشرب شاينا ونشرب الحاجات الطبيعيه من غير بس نقلل ايه وطبعا العصاير فريش. الطبيعيه غير مريض السكر لنا مش مطلوب العصاير لا والله الفريش لا الفريش شوفي بالنسبه لمريض السكر ممكن تقليله سريعا يفضل الا اذا كان عنده نوبه سكر يعني عنده نوبه سكر عنده هبوط بالسكر نعطيه عصير بيطلع سكر معه بس هي مش موصوفه له لانه يفضل دائما الفواكه بقشره اللي فيها الالياف. احنا بنشكرك شكرا جزيلا فداء شتيلة الخبيره اللبنانيه طبعا خبيره التغذيه بتنورينا دايما وبتفيدينا شكرا فداء شكرا لك يعطيك العافيه. ايه فاصل من بعد السكر بقى ناخذ فاصل اكيد وبنرجع مشاهدينا.